يخت فيرتيكو الشراعي أحدث ممتلكات روبرت ميردوك. يعتبر يخت فيرتيكو الشراعي اللي صممه فيليب بريون سابع أكبر يخت شراعي بالعالم، وهو ملك للملياردير وإمبراطور الإعلام روبرت ميردوك. بيبلغ طوله 220 قدم وبضم لمسات مهندس الديكور كريستيان ليجيري. بإمكان هاليخت استضافة 12 ضيف وطاقم مكون من 11 فرد بخمس قاعات فخمة. بيتميز اليخت برونقه وجماله الخاص، مثل الجناح الخاص بالمالك وأصالة الألعاب الرياضية المكشوفة. خلونا نقوم بجولة بهاليخت لنتعرف عن قريب عن كافة التفاصيل.